أجواء الحزن خيمت على الضفة الغربية التي استقبلت رسميا وشعبيا جثامين الضحايا في أريحة قبيل نقلهم إلى مسقط رأسهم في محافظة جنين. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا نبال فرسخ. بدموع وألم استقبل أهالي ضحايا حادث حافلة المعتمرين فقداهم هنا في مدينة الحجاج في إدارة المعابر والحدود في أريحة، مراسم استقبال رسمية وشعبية كانت بانتظار وصول الجثامين 15 من الأردن لأداء التحية والوداع للشهداء قبل أن تغادر مركبات الإسعاف محافظة أريحة باتجاه جنين، حيث ستجرى هناك مراسم استقبال أخيرة. طبعاً الأسرة الله يعين الجميع بصراحة، الكل حزين وزوجته في حالة صدمة. توفى أخوي الشيخ صالح، كان مرشد مع الرحلة. درينا من طريق الناس أنه صار حادث في إحدى البساط، لأنه البساط بصيم الشركة هاي، وكان عدد كبير من بلدنا في نفس الباص، بس الشيخ كان في الباص الثاني مرشد وصار الحادث هذا، والله يرحمه. وكان الفلسطينيون بالأمس قد فجعوا جراء نبأ حادث حافلة كانت تقل معتمرين عائدين من الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية الذي وقع في محافظة البلقاء غرب الأردن، وأدى إلى وفاة 15 شخصا وإصابة حوالي 30 آخرين، خمسة منهم في حالة حرجة وهم قيد العلاج الآن بعدد من المستشفيات الأردنية. إخوتنا وأشقائنا في الأردن عملوا كل ما في وسعهم، خاصة الطواقم الطبية وطاقم الدفاع المدني والإسعافات، ونحن أيضا نثمن الدور دور الحكومة الأردنية وأيضا ما المكرمة الملكية من جلالة الملك عبد الله الثاني بتبنيه لقضية هؤلاء المصابين. كارثة وطنية فاجعة ألمت بالشعب الفلسطيني. هنا الترتيبات تجري منذ أمس لاستقبال جثامين الشهداء، بالإضافة إلى قرار السيد الرئيس باعتبارهم شهداء وبإعلان الحداد. اليوم هو يوم حداد على أرواح ضحايا حادث الأردن كما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويبقى الصبر والسلوان نصيب أهاليهم. هكذا استقبل الفلسطينيون ضحايا الحادث المروري الأليم الذين ذهبوا للأراضي الحجازية المقدسة لتلبية نداء ربهم، فعادوا إلى وطنهم جثثا هامدة. من معبر الكرامة بمدينة أريحة المحتلة، نبال فرسخ، قناة رؤيا.